طيب المشروع انت بدك تحاولي تعملي حاجة اسمها رول بلاينج جيم او بسموها تيرن جيم، انه كل واحد بيكون في له دور. يعني مثلا زي الشطرنج، انه انا بلعب بعدها خلاص بيجي دور اللاعب اللي بيلعب قبالي، بعد ما يخلص هو لعب بيجي دوري، وهكذا نتبادل الادوار، دور اللاعب الاول بعدين دور اللاعب الثاني. تمام؟ طبعا هذه اللعبة هي مش لعبة حقيقية، هي عبارة عن محاكاة للعبة. تمام؟ اللعبة هذه انه انا في عندي two players، بلاير واحد وبلاير اثنين. كل بلاير موجود already. بلاير واحد في عنده characters، كاركترز مقصود فيها شخصيات، يعني زي ايش مثلا؟ كاركترز يعني انه زي اشياء بيحركها، جنود لإله، شغلات لإله، انه هو بحارب، انه هي عبارة عن لاعبين وقاعدين بتحاربوا في ساحة معركة. ايش ممكن تكون؟ ممكن تكون تانك، دبابة، كار، سيارة، ايركرافت، طيارة، دوغ، كلب ممكن يتم استخدامه في الحراسة، لايونز، إليفانتس، سولجرز، إليفانتس، فيل، فيلة، سولجرز، جنود، سبايز، جواسيس، باراتروبس، مشاة، جنود مشاة، مارينز، كوماندرز، إنجينيرز، وحطت لك هنا نقط نقط نقط. معنى ذلك انه انت حرة في اختيار الشخصيات تبعك، ويفترض انه كل واحدة فيكم تختار شخصيات زي ما بدها تكون مختلفة عن الثانية. هاي الشغلة انا مش مقيد فيها، فانت بدك تفكري الشخصيات هذه، لانه هنا تحت ايش حاطط؟ تانكس والكارز والايركرافتس، هذه عبارة عن فيكلز، مركبات. معنى ذلك انه ايش بخطر في بالك؟ سوبر كلاس، سب كلاسز. تمام؟ فبالتالي هنا بدك تعملي سوبر كلاس فيكل، مركبه. وايش المركبه هذه؟ ممكن تكون طياره او سياره او دبابه. تمام؟ وهنا ايش حكيت؟ انه انا حطيت من ضمن الشخصيات هناك، انا عندي dogs, lions, elephants، إلخ. يعني برضو انت مش بضرورة انت تختاري هدول، وهدول عبارة عن ايش؟ animals. هدول عبارة عن objects، والسوبر كلاس تبعهم animals، animal. تمام؟ فبتشوفي الخصائص المشتركة تبعتهم بتحطيها في السوبر كلاس، وبتعملي inheritance بتقللي الكود. تمام؟ ايش كمان؟ حطيت هدول، مش بضرورة انتو تعمليهم كلهم، يعني انت ممكن تبدأ في المشروع بالتدريج. يعني مثلا هنا الكلاس هذا تاخدي بس two objects مثلا، اللي هو التانكس والكارز، والانيمالز ممكن تاخدي الدوغ والإليفانت. وهنا في عندي كتير، في عندي soldiers، spies، paratroops، marines، commanders، engineers. تمام؟ دكتورز، هدول عبارة عن ايش؟ بيبول، يعني السوبر كلاس تبعهم بيرسون، وعبارة عن شخص في النهاية. تمام؟ يعني هنبلش نعمل كلاس للبيرنت أو للسوبر يعني؟ نعم، بعدين للصف. بالضبط. وهيك انت بتحددي الكاركترز تبعتك، بتختاريها انت حرة في اختيار الكاركترز. بعديها بعد ما تعملي الكلاسز، ايش يفترض انه انت تعملي؟ ارجع على الجملة هذه، انه each player has the following characters. بتروحي بتحطي لكل لاعب نفس الكاركترز؟ لا، مش بالضرورة. بتحطي للاعب الاول objects instances. يعني خلي بالك هنا ايش انت عرفتي؟ عرفتي كلاسز. من الكلاسز هدول ايش بدنا نسوي؟ instances
الانستانس بناخذ شويه انستانسز نعطيهم للبلاير الاول وشويه انستانسز ثانيه نعطيهم للبلاير الثاني. معنى الكلام انه بلاير واحد وبلاير اثنين ايش راح يكون؟ برضو كلاس. ايش السوبر كلاس تبعه؟ بلاير. فانت بتعرفي بلاير واحد هو عبارة عن اوبجكت من الكلاس بلاير، وبلاير اثنين برضو هو عبارة عن اوبجكت من بالضبط. ايش الخصائص تبعته؟ انه عنده ايش؟ كاركترز، عنده ليست، واخد بالك من التلميح، او ممكن تستخدمي اي كوليكشن انت بدك اياها، تمام؟ عنده كوليكشن اوف كاركترز، واخد بالك من التلميح، معنى ذلك انه فاكرين زي ما عملنا الباج؟ ممكن تختاري اي كوليكشن انت بدك اياها، شايفه انه الليست مناسبه، برضو انت فري انه انت تستخدمي الكوليكشن اللي بدك اياها. فبالتالي انا عندي في البلاير في جواته مجموعه من الكاركترز اللي هو بيلعب فيها، هي عباره عن انستانسز. ممكن نعمل مثلا ديكشنري انه الانيمالز اثنين، ممكن انه الكي انيمال وانه الفاليوز هي عباره عن كل الاوبجكتس تبعت الانيمال، او ممكن تعمليها كلها في ليست واحده، الاثنين ممكنات، تمام؟ طبعا انا بشجعكم انه انتم تعملوا الامبلمنتيشن هذا بطرق مختلفه، معنى ذلك انه ما فيش حل وحيد لهذا المشروع. هذا المشروع ممكن ينحل بعشرات الطرق وكله صح، بس المفهوم انه انتو يعني او المفروض انه انتو انه تفهمي اللوجيك تبع المشروع صح وتنفذيه صح. عملتي هذه الشغلة، اديتي المطلوب، خلاص بتاخدي العلامة، تمام؟ طيب هجيت كل كاركتر بديت افصل في مجموعة من الاتريبيوتس تبعت الكاركتر، يعني زي ايش مثلا؟ لايف، هنجري، فيول، هاي الشغلات واحدة منها. يعني اللايف ممكن تزبط للبيرسون. انتوا اكيد بتلعبوا جيمز اكيد صح؟ مش انتوا بتلعبوا بأوبجكت بشخصية معينة بيكون في لها اللايف تبعها، ولما تنقص 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 لغاية لما تصير زيرو بتموت. هنا نفس الفكرة. الببجي هما هذه لعبة ايش؟ طخ؟ الببجي. فبالتالي في لايف، واللايف هذه بتنقص 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 لغاية لما يموت في الآخر، صح؟ تمام؟ الفيول ليش بتزبط؟ للمركبات، لما يخلص الفيول تبعها خلص بتقف مثلا. فبالتالي هذا الشيء بتعتمد على الكاركتر. طيب وهنا بعطي لك تلميح ايش الميثودز اللي ممكن تكون موجوده في كل اوبجكت. يعني ايش مثلا موف؟ هذه وين حتكون موجوده؟ سياره بس بتتحرك؟ الكل. فبالتالي بتنحط في السوبر كلاس. شايفه كيف بتفكري انه هذه احطها في السوبر كلاس ولا احطها في شغله معينه؟ طيب اتاك؟ لا مش للكل، يعني مثلا يعني انا عندي الانجينير انا ببعته انه هو يصلح شغله، هل بيعمل اتاك؟ لا. لكن ممكن تكون لمين؟ للانيمالز، وممكن تكون للسولجرز. جامب، سبيك، انت حره في اختيار الميثودز تبعتك، بس الفكره في الموضوع انه انت تحدديها انه هي موجوده في السوبر كلاس او في السب كلاس، تمام؟ هجيت كل لاعب في له دور زي ما ذكرنا. في لما يجي دور اللاعب ايش بده يصير؟ انه اللاعب هذا بده يحرك الكاركترز تبعته وبده يهاجم. طبعا هذا الكلام بده يعمل هاي الشغله بشكل عشوائي. ايش يعني هذا الكلام؟ تخيلي انا عندي هنا الاحداثيات تبعت اللعبة زي هيك، طبعا هنا عندي هنا 100
وهنا ناقص 100، وهنا نفس الفكرة 100، وهنا ناقص 100. طبعا ممكن يكون اوبجكت معين بغض النظر ايش هو موجود هنا في المكان هذا، فبالتالي هنا عنده احداثي في اكس واحداثي في واي. تمام. الان لما يتحرك حركة عشوائية يفترض انه مثلا ممكن يجي في هذا المكان زي هيك، فبالتالي هنا صار في عندي احداثي في اكس واحداثي في واي. طبعا هذا البوزيشن كيف بده يتم اختياره؟ عشوائيا. البوزيشن هنا قديش مثلا على سبيل المثال؟ هنا نص المسافة وهنا نص المسافة، هنا 50 و50 بالموجب. هذا ايش شايفه؟ عبارة عن تابل احداثي. تمام. وهنا -80 في الاكس و10 في الواي. طبعا هاي الشغله كيف بدك تحددي انه انت تجيبيها بشكل عشوائي؟ انه بدك تستخدمي باكج اسمها راندوم. from random import rand، لا موجودة end. هنا rand end معناها random integer. من هذه الباكج اللي اسمها random اعملي import ل random end. فهنا بقول له random end وهنا بعطي له زي ما انت شايفة اول ما فتحت هنا عطالي range A و B. فايش هلقيت حسب الاحداثيات اللي انا شرحتها قبل شوية على الرسمة قديش كان؟ لا كل الاحداثيات 100 و100، 100 وناقص 100 و100. يبقى اقصى اشي في الاكس والواي 100 بالموجب، واقل اشي انا عندي ناقص 100 وناقص 100. فبالتالي هنا هنا جاب لي 22 بالماينس. كمان مرة هنا هذه الدالة بتروح بتختار لي random number random integer من هذا الرينج، تطلعش عنه. يفترض انه انا لما احرك البوزيشن خلص بتحرك في الخريطة تبعتي في الجيم، انا في عندي خريطة. تمام. فيفترض انه انا اتحرك ضمن الخريطة هاي. فهنا انا طلبت منه احداثي هذا، بس انا عملته ايش للاكس، طلع لي 22. كمان مرة 34. بالضبط. فاحنا بدنا نسوي البوزيشن كتابل، ايش بيساوي؟ هذا للاكس وكمان مرة للواي. تمام؟ طيب حرك لي اياه كمان مرة حركة عشوائية. واضح؟ واضح يا بنات؟ تمام؟ حكيت انا عندي البوزيشن اللي هو المكان تبع الكاركتر هذا موجود في السوبر كلاس اتريبيوت. تمام؟ حكيت لما مثلا على سبيل المثال استدعي دالة الموف بطلب منه انه هو يتحرك حركة عشوائية. الكود اللي جوا ممكن تكون كيف؟ الكود اللي جوا بتفتح في الموف بده تكون راندوم. بالضبط، انه تغيري في الاتريبيوت بوزيشن انه يكون انه يصير راندوم. يعني اقرب لك اياها اكثر عشان تتخيلوا الموضوع.
انه هاي الكلاس هذا سوبر كلاس البيرسون. طبعا هنا البوزيشن انا عندي في الكونستراكتور حطيته انيشالي 00، ممكن برضو اني اختاره راندوم، انتو فري برضو في الشغلات هاي. تمام، هنا على سبيل المثال في الموف ايش غيرت؟ سيلف دوت بوزيشن، لانه هو عباره عن اتريبيوت. ايش طلبت منه؟ انه يكون راند انت من الاكس والواي بهذا الشكل. جوات الكلاس انت بتعمليها بهذا الشكل. تمام، طيب. فالان حكينا انه كل لاعب في له دور. في دور لاعب معين ايش راح يسوي اللاعب هذا؟ راح يتحرك حركات عشوائيه، واللايف تبعته راح تنقص برضه بمقدار عشوائي. اللايف انا قديش بدي اعتبر الرينج تبعها؟ هنا لازم احدد رينجز برضه. اللايف تبعها 0 و100، او بدك تسميها هيلث او اللي بدك اياه حسب الجيم اللي انت بتلعبيها. تمام، فبالتالي هنا بدها تنقص بطريقه عشوائيه. طبعا هنا النقصان بطريقه عشوائيه معنى ذلك انه انا بديش انزل بالماينس، فيش انا عندي لايف بالماينس، خلاص لما توصل زيرو مات. فهنا هنا انا نقصت واحد، ممكن برضو انه انا اختار اني انقص، استخدم هذه الداله راند انت واعطي له برينج معين بهذا الشكل. فبالتالي هنا انا فحصت تاكدت انه هي اكبر من الزيرو وبعديها نقصت مثلا. او ممكن هنا هذا 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 امبلمنتيشن مش بالضروره تعملي زيه بالضبط، هذا بس شغله توضيحيه عشان اورجيكي ايش اللي المفروض انه انت تسويه عندك في المشروع. فبالتالي هنا بتعملي ماينس ايكوال وبتختاري هنا الراندوم انت. تمام، وبتختاري رينج معين مثلا بين الزيرو والثلاثة مثلا. تمام، يبقى هاي الشغلات، هاي الاتريبيوت بتم انقاصها راندوملي، وكذلك البوزيشن بتم تغييره بشكل راندوملي. الان الجيم بتستمر لغايه كل الكاركترز تبعت لاعب معين يموتوا كلهم. كلهم كلهم مش واحد. نعم، يبقى هنا بده يكون في عندك داله هنا، شايفة هذه الدوال؟ باس، مش عاملها انا implementation، is alive. كيف بدك تعرفي انه هذا is alive ما دام بتبدا ب is، ايش ايش بترجع؟ true false. فبالتالي كيف بدي اعرف انه هو مات؟ life zero. اذا كانت اللايف zero برجع true. if الصفر life zero. نعم، تمام؟ فبالتالي هنا يفترض اني الف على الكوليكشن تبعت اللاعب، افحصهم واحد واحد. ماتوا كلهم بقول انه اللعبة توقفت وانه اللاعب هذا خسر. تمام، طبعا هاي الشغلة بدك تسويها في لوب. كيف بدك تسويها في لوب؟ هنا بدك تعمليها في النظام وايل. طبعا هذا دن، هذا عبارة عن بوليان، انه انت بتغيري انه ترو او فولس. متى بتغيري الدن لترو او فولس؟ اذا كل الكاركترز تبعت احد اللاعبين كلهم ماتوا، فبتصير انه الدن ترو، انه اللعبة خلصت. غير هيك بتساوي فولس، عشان هيك انا حاطط نيجيشن او نفي. يبقى طالما نوت دان، طالما اللعبة ما خلصتش، ايش بدي اسوي؟ بلاير واحد دوت بلاي، وهنا بلاير اثنين دوت بلاي. هذه ادوار ولا مش ادوار؟ بلاير واحد لعب، بعديها اجا دور بلاير اثنين، وبنرجع الكرة من اول وجديد، وهكذا 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 لغاية لما تخلص اللعبة. هذا الشرط يصير له بريك.
تمام. ايش اللي مش واضح بالضبط عشان اعرف ايش اللي هذه هنا اللعبة ما خلصتش، فبالتالي الدن بتساوي فولس. هذا الفاريبل لازم يتغير كل لفة، لازم افحصه، مش لازم يتغير عفوا، لازم ينفحص كل لفة. هل هو فولس ولا فولس؟ بالضبط. يبقى هنا بروح بعمل شرط معين، إذا all characters أو مثلا إذا بلاير واحد دوت دالة معينة بترجع إذا كانوا كل الكاركترز تبعونه ماتوا، اللي هي حيكون فيها اللايف بتساوي زيرو صح؟ بس لكل الأوبجيكتس، يعني إحنا حاطين معنا اللايف بتساوي زيرو لكل الأوبجيكتس ورا كل نفس الكلام بس لمين؟ ساعتها ايش بده يصير؟ انه الضن بتساوي ترتيب اللوب هذه. اذا انت هنا اذا انت بتعمل بريك اوكي، يعني انه ساعتها هنا بدها تصير وايل ترو دائما، لكن هنا اللفه الجايه ايش بده يصير؟ انه هذه صارت ترو، وهنا بقول نوت ترو ايش يعني؟ فولس، يعني صار بريك للشرط تبع الوايل. او هاي الشغله بتعمليها هنا دائما انه وايل ترو، تمام؟ وهنا عند الشرط هذا ايش بتسوي؟ بريك. هذه الشغله انت بتسويها في اللوب، انت حره كيف تسويها، تمام؟ بس الفكره الاساسيه انه اذا اللاعب الاول بتحطي فيه داله انه تفحص كل الكاركترز التابعين له، اذا خلصوا بترجع ترو. وهنا اللاعب الثاني إذا هنا أنا عندي أور، أي واحد منهم بلاير واحد أو اثنين خلصوا، معنى ذلك إنه اللعبة خلصت وبدي أعمل بريك. تمام؟ فبالتالي جزئية اللعبة عبارة عن شغلتين، إنه أنت تظبطي جزئية المين تبعها اللي هي تبادل الأدوار بهذا الشكل، تمام؟ وتظبطيها في لوب، بالإضافة لجزئية إنه أنت تعملي الكلاسز تبعتك، وإنه هنا تعمليها سوبر كلاس وسب كلاس، وكل لاعب إنه يحرك الكاركترز تبعونه بشكل عشوائي. تمام؟ هذه هي الفكرة الأساسية في المشروع. ابدي بشكل مبسط، تمام؟ يعني بتعملي اوبجكت من هنا من هذا السوبر كلاس، اوبجكت من البيرسون، واوبجكت من كذا، وبتشوفي في اللوب الاساسيه ضبطت معك الامور، ساعتها بتزودي كاركترز ثاني. اما انه انت تعملي كاركترز كثيره وتجربي تعمليهم في اللوب بيطلع معك اخطاء كثير مش حتعرف تحليها، او مش حتعرف تحليها انه حتاخذ معك وقت اطول انه انت تحليها. لا، ابدي بالتدريج وضيفي كلاسز بالتدريج، بيكون انت عندك الوضع افضل.
واضح المشروع؟ في أي سؤال؟ في واضح؟ حتى لا، هنا يمكن ما فيش مشكلة.